Guten Tag, meine liebe Studentin. Dersena essen und trinken. جزء اللي هنتكلم عنه grammatic. Verb conjugation. تصريف الأفعال. المرة دي هنتكلم عن تصريف الأفعال اللي بيحصل فيها شوية تغييرات. مش أفعال عادية. طيب زي verb عندي اسمه إيه؟ مشتن. مشتن يعني يرغب أو يريد. verb مشتن ايه الاختلاف اللي بيحصل فيه وانا بصرفه؟ بلاحظ ان الضمائر ايش ايه الزي مش تي، الاربع ضمائر بياخدوا نفس التصريف. مع دو مش تست. طيب انا زودت الاس تي وزودت كمان حرف الاي قبل ايه الاس تي. اي فعل عندي هشيل منه النهاية اي ان هلاقي اخر حرف عندي هيبقى تي، لازم احط اي قبل الاس تي، دي قاعدة ثابتة. في عزيزي لسه متمسكة بمبدأها، هي بتاخد نهاية التصريف زي الفيرب في الايه في الانفينيتيف، بتاخد ايه الاي ان. يبقى هصرفه ازاي؟ ايش مشت دو مشتست ايه ازي مشت في عزيزي مشتن يا مشتت. طيب فيرب اسن يأكل برضو بيحصل فيه تغيير. اول حاجة الضمير ايش مش هيحصل فيه اي حاجة، ايش اس. طيب مع دو انا لو شلت الاي ان هلاقي الفيرب عندي هينتهي بدبل اس، مش معقوله هزود كمان الاس تي للضمير دو، فهعمل ايه؟ هزود التي بس، فهيبقى ايه ايست. اللي حصل الاي تحولت بقت اي. طيب الضمائر اير اس زي هيحصل ايه؟ الاي هتتحول لاي وهنزل نهايه التصريف اللي هي ايه التي، فاصبح كده الضمائر دو اير اس زي بياخدوا نفس شكل الفعل وهو متصرف اي اس اس تي است. بعد كده يرجع لشكله الطبيعي مع في زي زي اسن ايا است. طب نحل مع بعض نمرة اينز. است 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 هاني زوب. هل هاني بيشرب شوربة؟ يبقى ايه هاني؟ يبقى الضمائر اير اس زي بيحصل فيهم ايه الاي بتتحول تبقى اي، يبقى ايه است. نمرة 2 ايش اس. نمرة 3 واس مش تست دو، ما دام الضمير دو يبقى هختار ايه مش تست. نمرة 4 عمر مش تي يتست بيبسي. عمر مش تي لان انا هشيل عمر واعوض عنه بالضمير اير. نمرة 5 است است اسن ايا بيتزا جان. هل انتم هتاكلوا بيتزا؟ تحبوا تاكلوا بيتزا؟ يبقى هختار الضمير اير يبقى هتصرف معاه ايه است. نمرة 6 اس اسن است ايرا جيش فيستا بيرنن. هل اخواتك هياكلوا كمترا؟ يبقى ايه جمع يبقى ايه اسن. تشوس.